لابد أن نحمي دين، لابد. لكن الله يحمي دين بأي شيء؟ بمن ينتمي له. وبقي دين النبي محميا حتى ما بعد وفاة النبي، ما دام أمير المؤمنين موجود يعني الدين في حمايه، ما دام الزهراء موجودة، ما دام الإمام الحسن، ما دام الإمام الحسين. فإذا تكرس عندنا وتوضح الشيء الذي جاء به النبي من السماء هو هذا. فبعد ذلك المحاولات الحثيثة في سبيل أن تغير قناعة الناس، لا تجعلهم يلتجوا إلى النبي صلى الله عليه وآله، لا تجعلهم يلتجوا إلى أئمة أهل البيت، لأن هذا هو منهج الحق. فلما بذلوا جهود حثيثة في سبيل أن يبقى في الأمة من يؤمن بهذا الخط، وفعلا بقي في الأمة من يؤمن بهذا الخط. قل العدد في واقعة الطف بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، والإمام السجاد يقول لم يكن في مكة والمدينة 20 رجلا يحلون بعد واقعة الطف. له حديث أن الناس بعد واقعة الطف ارتدوا إلا فلان وفلان بعد ثلاثة ثم زاد الناس. من المسؤول عن هاي الزيادة؟ مسؤول عن الزيادة الإمام السجاد عليه. هذا الوجود المبارك ما دام موجودا، إذا هذا الخط لا يمكن أن يطفأ. واستمرت في سعة وفي ضيق وتشدد وسجن وقتل إلى أن انتهى الأئمة عليهم السلام بهذه القضية. في المقابل كان أتباعهم يتوسعون، فلما عليهم السلام يقتلون وأتباعهم يتوسعون، لأن هذا القتل أي عاقل سيسأل لماذا أنقتل؟ لماذا يقتل الإمام في ريحان شبابه؟ احنا نستقبل أيام قليلة وفاة الإمام الجواد، ما هو الخطر الذي كان يشكله الإمام الجواد؟ لماذا يقتل الإمام؟ قطعا الجواب واضح، أن هذا الوجود المبارك ما دام وجودا شاخصا فأمام حالتين، إما هو أن ينضم إلى السلوك العام ويبين أن السلوك العام هو الصحيح، والدليل أن الإمام الجواد معه، أو الإمام الجواد ينأى بنفسه، فإذا نأى بنفسه يدل دلالة واضحة على أن هذا الوجود كله وجود باطل. فإذا كان وجود باطل كيف نقنع الإمام الجواد أن يلتحق بنا؟ فالمحاولات كلها باءت بالفشل، فلا يوجد حل إلا تصفية الإنهاج. والإمام كلما يعني لأن كلما تعرض للقتل كلما بدأ هذا التساؤل ينتشر ويتوسع، وبالنتيجة توسعت الرقعة الجغرافية عرضا وطولا إلى أتباع الأئمة عليهم السلام، إلى أن وصلت النوبة إلينا. نحن لم ندرس الأمور بشكل يعني مفروش بالورود، ورثنا الأمور كلها بين قتل وبين تشريب وبين ظاهرها البلاد، لكن المسألة بالعكس توسعت أكثر. أخذكم لأن عليهم السلام بدأوا ينظرون لذلك، حتى أن أقيل أن بقية السيف الماعب أكثر تتوسع. واليوم بحمد الله تعالى نلمس بركات ما جاء به لأن عليهم السلام بشكل واضح. انتهى هذا الدور بعد أن أرسل دعائمه بشكل صريح وواضح وقوي. جاء أئمة الأطهار عليهم، جاء العلماء الأفاضل رضوان الله عليهم
وأكملوا هذا الدور بكل أمانة، وأيضا تعرضوا لما تعرض عليه الأئمة. حتى أن الإمام بقى يقول شيعتنا أصبر منا، نحن صبرنا على ما نعلن وهم صبروا على ما ندعي. لاحظوا هذه الحصانة وهذا السماء، والإمام الصادق يبكي ويدعو للزوار حسين عليه السلام، ويبين الجهد الذي بذل حتى يقول إن أعداءنا عابوا عليهم ذلك. قضية قديمة، ماذا تفعلون تبكون عند خبر؟ مسألة توسعت توسعت، جاء العلماء وهذا خزين لا نخل بيده، فانكبوا ليلا ونهارا أن يحافظوا على هذا المثل. أيضا تعرضوا للظلم وللقتل وللشهادة وللتشريد، حتى أن بعضهم لا نعلم ما كان يقول، لأن عملية التخفي كانت عملية لا بد منها للحفاظ على هذا الوجود. اليوم بحمد الله تعالى سيأتينا محرم، إن أبقانا الله تعالى ستذكر الأرض كلها اسم سيد الشهداء كل مكان في العالم. نظام السابق يعتقد أنه فعل خيرا فرغ العراق من أتباعه أيضا بالقتل والسجن والتشريد، لكن الله تبارك وتعالى أراد لتلك اللقاعة التي هاجر إليها أتباع أهل البيت أن تنمو وتتوسع. طبعا في المقابل الناس الآخرون التفتوا، فبدأت أيضا الهجمات تلو الهجمات. فعندنا خطان واضحان، خط لا يقبل بالباطل وخط لا يقبل بالحق. الخط الذي لا يقبل الباطل هو خط الأئمة عليهم السلام وخط العلماء، والخط الذي لا يقبل بالحق لا يمكن أن يصرخ يقول أنا لا أقبل بالحق. في البدء قد يستحي، لكن شيئا فشيئا بعد ذلك تنكشف القناعة.